نروح كرواتيا؟ يلا بينا، بس برد شوية. موفد قناة الأهلي إلى معسكر الفريق بكرواتيا أمير هشام. أمير أهلا بيك. تحياتي ليك يا أستاذ إبراهيم، وتحياتي المهندس عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بيك أمير. طمنا إيه الإجراءات من لحظة الوصول؟ إيه اللي تم؟ طيب خليني في البداية أجيب لك الرحلة من الأول. طبعا الفريق اتحرك من مطار القاهرة 8 ساعة 2 ظهرا، وصل لمطار زغرب في كرواتيا بالتحديد بعد 3 ساعات ونصف. بعدين على طول الفريق انتقل لاتوبيس اشخاص متجها للكوكتيل اللي هو متواجد على الحدود مع سلوفينيا. يمكن الطريق استغرق حوالي 2 ساعة ونص بالتحديد. وصل الفريق طبعا كابتن محمد يوسف ومستر باتشيك كاتيرون قرروا ان ما يكونش في مران النهارده. كان في تفكير ان يكون في تدريب، لكن الجهاز الفني فضل ان ما يكونش في مران تجنبا للانتهاك بالنسبه للاعبين عقد السفر. فبالتالي النهارده خلاص ما فيش مران. لكن اول ما وصل الجهاز الفني للاوتيل كان في اجتماع ما بين مستر باتشيك كاتيرون وبقيه اعضاء الجهاز الفني، ويمكن او اكيد كانوا بيحطوا بعض الترتيبات الخاصه في المعسكر الاجتماعي. يمكن قعد حوالي نصف ساعة بالتحديد. بعديها مباشرة كان في ميعاد العشاء بالنسبة للاعبين والجهاز الفني. خلصوا العشاء، الجهاز الفني بالتحديد قعد يتفرج على مباراة بلجيكا لليابان اللي انتهت منذ قليل في مباراة مثيرة جدا بنتيجة 3-2. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد. بكره ان شاء الله هيكون في مران صباحي الساعه 8 الصبح. خليني اقول لك بس يا باشمهندس كابتن استاذ ابراهيم ان التوقيت في مصر زي في روسيا بالظبط. يعني دلوقتي مثلا الساعه 10 وثلث في مصر، ايضا في روسيا طبعا 10 وثلث ايضا، فالتوقيت واحد. فبالتالي بكره ان شاء الله هيكون في مران الساعه 8 الصبح، ومران اخر هيكون في كمان الساعه 5 مساء. ده كل ما يخص البعثه. الامور ماشيه بشكل جيد جدا. درجه الحراره يمكن جيده جدا. لما وصلنا كان درجه الحراره حوالي 24 او 25 درجه مئويه. انا اعتقد الجو جيد جدا بالنسبه للمعسكر بالليل، بس الدنيا بتسقع شويه، بيبقى درجه الحراره يعني حوالي 11 او 12 درجه مئويه. الاجواء هادئه جدا جدا. مقر المعسكر او مقر اقامه الفريق ومكان المعسكر جيد جدا ولائق جدا بالنسبه للفريق، خصوصا ان الفريق طبعا ممكن او المرحله دي المرحله الثالثه والاخيره في فتره الاعداد الخاصه بالنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. وايضا الفتره دي او المكان مخصص لمعسكر جيد جدا ولائق بالنسبه للفريق لتحديات مهمه جدا، وبطوله دوري ابطال افريقيا والعوده للدمار. هذه البطوله من الدوله الثالثه امام فريق تاون شيب يوم 17 ان شاء الله. طيب امير، من المواقف العالقه اللي الناس يعني سالت عليها مع سفر البعثه قرار تربوي ضد اللاعب احمد حمدي واستبعاده، ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب هو احنا يعني الجهاز الفني طبعا بقياده مستر باتشيك كاتيرون كابتن محمد شافوا ان احمد حمدي ما كانش ملتزم بالشكل الكافي خلال معسكر اسكندريه بالتحديد وخلال الفتره اللي فاتت، فكان قرار تربوي بالنسبه لهم ان هم ما يضموش اللاعب للمعسكر ويتم استبعاده، علشان يكون يعني زي درس بالنسبه لاحمد حمدي عشان يقدر ان هو يلتزم بشكل اكبر خلال الفتره اللي جايه. خلينا نقول ان احمد حمدي يمكن قريب صغير شويه في السن، فلسه مش مدرك بعض الامور، فاعتقد قرار زي ده هيفرق معاه ان شاء الله في مسيرته الكرويه. طيب يعني خليني يعني اعرف عدم التزامه بالتعليمات الجهاز الفني، تعليمات فنيه ولا تعليمات اداريه ولا ايه؟ يعني اعتقاد انا كابتن ابراهيم، يعني طبعا كابتن محمد يوسف ما قالش السبب بالتحديد بالضبط ايه، لكن اعتقد من النواحي الفنيه ومن النواحي الاداريه، يعني اعتقد من الاثنين ده اللي واضح يعني. لكن كابتن محمد يوسف مش مركز باي شيء بشكل رسمي في اتجاه احمد حمدي يعني. لكن هو الموضوع خلاص تم استبعاده المعسكر، هو مش متواجد معانا، فبالتالي ده قرار تربوي طبعا منهم، واكيد قرار يحترم، وهم اكيد شايفين بشكل اكبر مصلحه انه ده تقويمه والاستفاده من كفاءته ان شاء الله. يا تقويمه وتحفيزه، اصل مش ضروري يكون في سوء سلوك، لكن في عدم تركيز. يعني انت لعيب جات لك فرصه، زمايلك كلهم اللي طلعوا معاك مركزين قوي، انت واخدها ببساطه او ضامن او حسيت انك ضامن مكانك يعني. فدي رساله، ما فيش مشكله، مش بالضروره يكون فيها شيء يعني. طب الفتره دي هيتمرن مع فرقته بقى في القطاع الناشئين؟ طبعا مش موقوف هو. اكيد طبعا، اكيد طبعا هيكون متواجد في فرقته في القطاع الناشئين، هيتمرن معاهم لغايه لما الفريق ان شاء الله يعود. امير امير بقول لك انا عدلي،
هل جات لك فرصه تتكلم مع مستر كارتيرون في اي انطباعاته عن اللعيبه، انطباعاته عن الموسم اللي جاي؟ جات فرصه في كده ولا لسه يعني؟ لا حتى الان لسه مش فرصه ان انا ما حددتش فرصه ان انا اتكلم مع مستر كارتيرون، لكن الراجل اكيد واضح من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالامس ومن خلال المعلومات اللي انا قدرت اعرفها ان هو الراجل مبسوط جدا بامكانيات اللعيبه بشكل عام، وهو شايف ان الامكانيات دي هتقدر تاهل الفريق وتقدر تخلي الفريق ان هو يرجع ينافس في بطوله دوري ابطال افريقيا يا كابتن عادل، وخصوصا بعد البدايه يمكن مش موفقه بالنسبه للنادي الاهلي اول مباراتين في بطوله دوري ابطال افريقيا ودوري المجموعات ودوري 16، فبالتالي الراجل مبسوط بالامكانيات اللي موجوده عنده، شايف ان عنده لاعبين جدا عندهم مقومات كويسه في النادي الاهلي، وده شيء طبيعي واحنا كلنا عارفين ومتعودين النادي الاهلي دايما بيبقى عنده احسن قايمه من اللاعبين في مصر، فالراجل لا ما عندوش يعني اي تحفظات على اللاعبين بالعكس من امكانياته والتزامهم كمان بشكل كبير جدا. طيب وليد ازارو كان الفتره اللي فاتت محل اهتمامات ناس كتيره، اتاخر خد عقوبه عايز يمشي، انت حاسس بالوضع العام بالنسبه له ايه جوه الفريق؟ طيب خليني اقول لحضرتك استاذ ابراهيم بكل صراحه، يعني انا اتكلمت مع وليد ازارو النهارده يعني حاولت افهم منه ايه الاسباب ان هو مثلا كان كات عن مباراه الشمس المباراه الوديه. وعرفت تفهم المغربي ولا ما عرفتش تفهم مغربي؟ او حاجه لا، هو على فكره بيتكلم مصري على فكره عادي، بس هو حسب المود بتاعه. فهمت منه ان هو لا بيقول ان هو في عرض النادي الاهلي، هو حابب انه يكمل في النادي الاهلي، وقال ان هو او قال بالتحديد ان هو لسه هيقعد مع الكابتن محمد شفيقة عشان يشوفوا ايه اللي يناسبهم خلال المرحله المقبله، لكن كل اللي استشفيته من وليد ازارو وهو متواجد في معسكر الفريق وملتزم بشكل كبير جدا، كل اللي استشفيته منه ان هو الراجل عايز يكمل في النادي الاهلي ومبسوط من ادارته في النادي الاهلي، ممكن يكون في بعض الامور الخاصه بيه ما بينه وما بين جهاز الكوره في النادي ولجنه الكوره، دي ممكن تبقى حاجه خاصه احنا اكيد ما نقدرش نتكلم فيها، حاجات تخص وليد ازارو وجهه نظر ممكن تخص الجهاز الفني تخص لجنه الكوره في النادي الاهلي، الكلام ده كله اكيد هيكون ما بينهم وما بين بعض، لكن الراجل اللي اقدر اكده كل جمهور النادي الاهلي احنا كل اللي يهمنا يا في النادي الاهلي خلال يا امير، كل اللي يهمنا ان التزام اللعيبه وانتظامهم وحالتهم المعنوية، إذا كانوا الثلاثة دول موجودين عند وليد أي أمور خاصة تتعلق به بمصالحه يحطها على جنب، لكن يدي فريقه حقه وبمنتهى الحماس والإخلاص، لأن أنا الحقيقة من السنة اللي فاتت شايفه عنصر سليم، شخصيته سليمة يعني مش بتاع مشاكل، فأرجو إن هو بس هي الزغلالة بقى، الزغلالة بتاعت الوضع الراهن يعني. بالظبط حضرتك اكيد يا كابتن عدلي عارف كويس جدا ان اي لعيب ممكن يجيله عروض، خصوصا ان لاعب يكون متواجد في النادي الاهلي، وواحد زي وليد ازارو وكان هداف الدوري السنه اللي فاتت وقدم موسم اكثر من رائع مع النادي الاهلي، كان هداف افريقيا كمان مع النادي الاهلي، فبالتالي طبيعي ان يجيله عروض، طبيعي ان يجيله اجراءات ماديه خاصه بيه هو، بس اي واحد ممكن يفكر ده شيء طبيعي مع موضوع عرض وطلب يعني، لكن الامور الخاصه بوليد ازارو مع لجنه الكوره اكيد ومع الجهاز الفني اكيد هيكون في حديث خلال الفتره المقبله، لكن لا اقدر اتكلم من الناحيه المعنويه عند وليد ازارو كويسه جدا، من الناحيه ان هو عايز يقدر او عايز يحقق مع النادي الاهلي مزيد من البطولات ده شيء اكيد متواجد عنده ولمست حماسه كمان الشديد ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، يعني ده كل ما يخص وليد ازارو، والراجل موجود في المعسكر ملتزم كمان الناحيه الالتزاميه له جيده جدا ومركز بشكل كبير جدا ومفيش اي مشكله. ماتشين وديين هيلعبهم الاهلي يوم 6 ويوم 9 مش كده؟ يوم 6 ويوم 9 والماتشين هيكونوا في سلوفينيا، احنا دلوقتي موجودين على الحدود ما بين كرواتيا او احنا بالتحديد داخل دوله كرواتيا بس على الحدود مع سلوفينيا، التحرك هيكون يوم 6 ان شاء الله، الفريق هيروح خلال ساعتين من كرواتيا لسلوفينيا، هيخش عن طريق الدربي، عن طريق الدربي هيخش هيلعب مباراه وديه مع احدى الفرق السلوفينيه، وايضا يوم 9 هيكون نفس القصه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يختم في المباراه الاخيره فتره الاعداد الخاصه فيه وبالتحديد فتره الاعداد والمرحله الثالثه بالتحديد في كرواتيا عشان يرجع ان شاء الله مصر يوم 10 يستأنس او يواصل استعداداته الهامه جدا لمباراتي تاون شيب سواء يوم 17 او يوم 27، وخليني اقول لك يا كابتن عادل يا كابتن ابراهيم ان جدا 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 من الجهاز الفني ومن اللاعبين ان هم ان شاء الله يقدروا يتخطوا العقبه بتاعت فريق تاون شيب عشان نرجع للمنافسه بشكل جيد او بشكل قوي نقدر ان احنا ننافس على بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي خصوصا ان هم مدركين كويس جدا ان الهدف الاساسي جمهور النادي الاهلي هو بطوله دوري ابطال افريقيا رغم الظروف
الصعبه اللي بيمر فيها النادي الاهلي في البطوله، لكن ان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين عندهم المقدره الكافيه ان هم يتخطوا هذه الصعاب ويقدروا يكملوا في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله يا امير بنشكرك شكرا. وصل لهم تحياتنا بقى وكل الامنيات الطيبه باذن الله. شكرا لزميل امير هشام موفد قناه الاهلي. والله شوف هو امير الى معسكر الفريق بكرواتيا. يعني